تونس كثيرة هي المصاعب. ما خلفيات الانسداد السياسي في تونس؟ اليوم النص الدستوري علينا أن نطبقه بدون نوايا خفية. وأين تقف القوى السياسية التونسية من التجاذبات بين الرئاسات الثلاثة؟ الدستور لم يطبق بعد، لم يفعل بصفة كاملة. كيف تنعكس الأزمة السياسية على الوضع الاقتصادي المتفاقم؟ الوضع الاقتصادي يحتاج إصلاحات حقيقية حولها إجماع طبعاً. وما أفاق حلها هذه الأزمة التي تهدد الديمقراطية التونسية الفتية؟ تقدير موقف الليلة 10:00 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.